محاولة اسماعيل العمري السويبادة أوه الهدف الأول في اللقاء الهدف الأول في اللقاء كما قلت ممكن تغير من نتيجة المقابلة ضربة خطأ ثابتة طريقة ممتازة اللاعب المكناسي السابق في صفوف فريق النادي المكناسي طبعا شادو الطريقة اللي جا بها الهدف مراد باطنا مراد باطنا تمريرة راسية هدف جميل هدف جميل هدف جميل آخر أنفاس المقابلة بديعة صراحة استثمار العملية نتابعوا الرأسية المميزة اللي جات بشكل جيد أعتقد أن